من جلها كبس جلها كبس هوي 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 أستغفر الله جاء دخلتهم الفاشر ده فرقونا بكله نيف 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 زي فرقة اللي تدعوا ابونو سلامي ذا شو ده؟ دقة بالحم دقة بالحم دعنا أهم دقة بالحم ها؟ أهم دقة بالحم فالفرقة نيغانشة كده نيت 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 فرقونا لك كروزر بخوك الكروزر ها؟ اقسم بدين يمان يا الصغار فاشر ده فرا فرا شفت اسمهم فرا فرا نفس الاستراتيجيه بنستاذ الجنجاويت نفس الاستراتيجيه في مطرح شويه كده ها نفس الاستراتيجيه ده استغنى نفس الاستراتيجيه اولاد صغار شبعانين هذا الفجر جري يا بس كده بس يا غريب يا الجنجاوي هم ذات يشتغلوا بيشتغلوا شنو جندوا يا بس اولاد اللي شفت اولاد بين اولاد الصغار ديل اولاد شبعانين مريانين جولي قال ده اللي قام توروبور يا صغار فورا فارق قلت لك انت خط الاولى ده جيش ذاته ما خشه ولا توروبور ذاته خشه نساوين ويا صغار بس يوم ما عملت لك بالباشر ده اقسم بالله قال لك ام على الكمائن ودين وايمان انا شفت الكلام ده يعني كلام خريب خلاص لك ام على الكمائن قال لك انت ام على الكمائن قاموا لما 12 جنجويد قال لك نم 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 ومرقب عربيه قال لك فرحانين قال لك في الكمائن ده قال لك نمن ولقى في العربية ذات قال لك أتوت ده بهو طوال قال لك في كمان هنا قال لك ها ده أمال بتاع كمان بس لأنه ناس قال لك راسهم شتة قال لك دقام شتة قال لك ناس دقوا هجوم بجاي وفجأة كده قال لك شتة لقى الطيران ذات قال لك شتة راكي مع الجماعة قال لك طيران قال لك شتة كله راكي الناس ما جايبين ده الدنيا خبر جو غشوا لقوا شغلوا كله بور 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 بس قام بس جيبي 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 بلا كواجي وجاي قال لك لا ترى ورا كمان يا بغادي كمان راسهم طش قال لك لافين جارين بس جوك تجاه كمان بغادي لبى دلهم في كمان والله بطوب بس قال لك انت قتلوا 12 وصلوا منهم عربيه دول ام الكمان بس خزان قال الكاميرا قال افتح الخزان ده دول من الخزان ده انقاز اميال اميال ورا من الخزان قسم ابوهم ذاته شفت قريبك فا الخيامه هو جاي ها كده اول حاجه يا جماعه كده اول حاجه استحضوا على صلوا على النبي كلامين دار يقولوا لكم ده ده كلكم وجاي لكم دكم ودكم تاني دكم يا جنجو دكم يا شباب والله جاي لكم بويبي ها بلغه الزغاوة اسمه بيت الشيطان المتحرك ده الجاي ده اسمه بيت الشيطان شفت قريبك ده نواه الجيش الافن شفت قريبك ديل 6 7 شهور ما يستحموا حمام توم ارام كه زم كم غرام غن زندت شتا شعره دوم ابك زاد شتا ما ابك زاد فوق الطين وفوق اي حاجه ذات فوق قمل ذات جوا في شعره ده اي حاجه ذات فوق في شعره ده حمام ارام توم كه ارام كه زندت 7 8 9 شهور اسمه جيش الافن جنجاوي ده كم كتبت ذات شمو ذا ها تعرفوا ده جيش الافن تقول والله ده صحيح ده ديل 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 ما انهم دين لانهم ديل هم ها الناس دي تو قريبك ديل شايلين نار الله الموقدة شايلين الليتل بوي والطفل الخزافي شفت قريبك واشياء اخرى ما مفهومة قال لك نازل ناس ديل 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 ديل, ديل, ديل آه الله يستر هايتو هايتو ديل ممكن يركب المستنفرين ويركب الطوربور ويركب الجيش ذاته ويركب ويركب الجن الاحمر ها ده الغايد بس الله يستر غايد الله يستر الله يستر تجاه الغايد ده ده ما انه برنامج بالفاشر ولا انه علاقه ده لسه ماشيين لمنطقه ما في ما ها قيامه الدارفور تو بعد بتقوم القيامه الحقيقيه في دارفور يا جنجويت تو بقوم كلام العرب بيقولوا له كده امسكوا زين وحطوا حلقه في اضعنكم ها اجا من النيجر يا اخي في زنقاز اخوي ها يا اخي بابا توبه بابا توبه قبل ما تكفل والله يا اخي ده نصيحه من بيش كلامي ده اسمع اسمع زين خطها في حلقه في اضانك امشي لعمك يا اخي امشي لعمك في شات امشي لعمك في تعمل لك قصيده اكل قصيده ها وكم انت بقراءه كان اشرب اللبن باقي حياتك ده ها
كم لي جدك ام قرون كمان اخي انكه واجيب لك واحدين الباقيين ده تو بكونوا طايعين. ها فا قول له طريق بتاع ابوك ده ما تتبع ابوك ده مرق يلا كيف ها كم انت قول له ما بتمر قول له نوان جا نوان جيت هنا ده الناجر ولا جيت شاد ده ها فقلبك يوقف تو يا اخي تو انت من هنا من محلك ده تدار فور ايام الجاي ده الف الفجر ده كلك هي مناظر تو الجاي ده كوم الجاي ده كوم كي براو كي كوم كراو جايك ناظرين يموتوا باك بس نيمبس ما دارين يور جوزات اساسا الناس جايين ديل ما دارين يور جوزات جنجويت ديل جايين شت انتقام من حاجه اسمه جنجويت انتقام عديل ده بلقاك بيطلع لك السم ميتين ابوك ده ده ما بخليك شت كم خشيت في جهور قبر ما بخرج مات كده لا بيبان فاماو كمين ده لا بان فاماو شت تعمل له شنو ده ما بان فاماو اي حاجه ده لانه جايك شفت جايك شفت لا حصر له ولا مدد له الصحراء ده كلها سواء شفت ها الشغل ده بجكجك زي ها ده الشغل الجاي توه تان 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 قلت الادب الجد في دارفور ده ادب جاي تو انت بريكت وانا خسته وبرانك انا قلنا لك لا لا انت قلت لا 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 انا شامس وانا اقسم بالله العظيم انا ناكل النار حيك انا اكلها انا تراب الحين انا شنو كيف عارف ليك انا والله اقسم بالله العظيم زولنا فارس زولنا واحد كيف باكل الناس زولنا باكل 100 باكل نيه كده ها شايفين باكل شنو كده الاسد ها وصغيرنا باكل واب قلنا لك لا لا يا اخوي صلى على النبي قلت لا لا صلى على النبي قلنا لا لا تو جيت تو يا اخي صلى على النبي تو ما شاء الله باب التوبه قفل ها باب التوبه قفل خلاص بعد ده في دارفور ده مفاوضات جن الاحمر انا في دارفور ثاني مفاوضات ما بنعرف نهايه مفاوضات في الخرطوم هناك دارفور ده وضعيته مختلف بعد دارفور ده الفكن تعرف شنو بعد ده والله يا جايت خد وظيفتك وان خد ان ناظري قريب بدنا نشوف راسه شنو والفاجر ثاني تعال وثاني تعال خزن قولول ويتجمع صبا زي ما تعال نشوف نشوف فاهمك شنو انا والله انا جوتك الكثير ده جامل لك ناس دقون مشودين قال قال مارو لك قريشته قال قال شنو كده جوفاني قال مارو لك اي عزير سالم اي عزير سالم يا يا عصابي ذات عجيب اقول قول راكبين مكانات كده قريبك قال الزير سالم قال لك ها دقن كده وارو لك والله الفلول الفاشر فلان قاد من نوي والله ما لك شنو انا جاي نوكو طبعا عمك ده اختفى طبعا اسمه ده بنو جبريل ده قال يعقوب اختفى لانه المعنى غير على يعقوب ولا في الاعلام ولا في الصوره ولا في اي حاجه على يعقوب ها لعلك بخير ما يكون كسر لك مخروقتك ولا يكون كمان حاصل لك ها على شابس على يعقوب ده ماله ها في المعارك كلها لا بظهر ولا بيتكلم وانا متابعين طبعا اختفى مره واحد يا علي يعقوب ده جميل زارين يا كيو مليت مرتين كيو ثالث ما جا ثاني هسه جو ناس جدد جانا سافرنا برضه قرر ثاني يجي ولا ما يجي الله اعلم ها فلعل المال غير علي يعقوب ها فنزل خيط وص لكن في سمسم رونج في الحاجة في النقطة دي ناس انترموا لكن ما داري يكلموا هسه هناك جدا بشوك برضو هنا أنباء بتاع ناس واساس انترموا لكن هنا ما بيتكلموا الناس فمن بطروا يده من 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 كسروا خرقه ومن من نقلوا بتفاصيله شفت قريبا ف فرقلوه ما الفرقلة ها وما أدراك ما الفرقلة ده شغل الكتموتو وده اللي بودينا قدام علي يعقوب اختفى تماما ها لا في الاعلام لا في التقنيت مرتين بس مليت شنو ما بتعرف في مليتك ذات امسك الخشب
في قاعدين في كبيتك ده امسك الخشب، قاعد في نيال امسك الخشب، في الجيران امسك الخشب، في محل القايل كده اقسم بالله كان قاعد في السماء ذات البروج. انا جاي البروج ها؟ مانجا خليك عندك صبور يا جانجا، خليك عندك صبور يا جانجا، خليك عندك صبور يا شعر دكاب شعر دكاب شعر دكاب ها شعر دكاب ها. كم مشيت الشجرة نعسلك، كم مشيت الوادي نمشي وروك، كم مشيت الغابة ندقلك، كم ركبت الجبل نعسلك. مانجا خليك عندك صبور يا جانجا، خليك عندك صبور يا شعر دكاب شعر دكاب شعر دكاب ها. شهر ده شهر دكاب، شهر ده اللي يمشي مرور الكرام كده يمشي، لكن شهر ده شهر دكاب. لحد ما ينتهي كده ويب كده ويجي كده جون زي ما قالوا زي ما بيقولوا جاي فرنسيين ها. جانفي في فخي مارس افخي مي جوا جويي او سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر ده انا خاشين شنو في جوان ها. ده انا حد جويي ده كما قلت ويي من جوان لجويي ده كما قلت ويي. ف معناته شنو شغل ده شهر ده كلامي ده انا ما بقى صحيح ها. ف تو انا اقول لك تو انا اقول لك تو اخي تو زول القريب كي خليه يفزع يجري ها. تو النار الخيامه ججت الموت ججت تو جاي ده شغل النظيف ها. شهر دكاب شهر دكاب شهر البل وكداري تو روارو قواتكم في وحدتكم. شفتها قريبك من الصحاري من الجبال، شفتها من اماكن الذهب، شفتها ال 500 الف جندي والمليون جندي على المخترب، شفتها قريبك. فمن كل جماعات ومن كل الاراضي ومن كل الطرف شيء قريبك. فشغل ده وتير كرب زي ما بيقولوا الكادين ها. وتير كرب وتير يلاقي وتير حديد يلاقي حديد شيء قريبك. ف والبخال والاهوى في سبيل الغابه قانون الغابه شفتها قريبك. فما لم تكن اسد انت ذئب سياكلك الذئاب وكذا يعني. لابد ان تكون اسد. فلذا اخواتكم في وحدتكم جنجر اسيدي في كورو توحدوا ان بكره كسوم متيكم. شفت قريبك لا يفرزكم قبيله ولا يفرزكم لون ولا يفرزكم